رجعنا لكم من جديد، ومن أيام تم إعلان نتائج جائزة الأمير سلطان العالمية للتراث الحضاري، وهي تعتبر أكبر جائزة عربية ودولية مخصصة للمصورين المحليين والدوليين المهتمين بالمحافظة على التراث العالمي. والسنة دي لأول مرة بيفوز بالجائزة مصور مصري، وهو الفنان الكبير جلال المصري، عضو الأمانة العامة لاتحاد المصورين العرب عن مجمل أعماله طبعا، وخاصة صوره عن النوبة. يمكن النوبة بلاد الذهب وبلاد السحر، ودايما بتجذب أصحاب العيون الفنية إن هم لازم يروحوا يصوروا هذا المكان الجميل. وأستاذ جلال مشرفنا دلوقتي في الاستوديو عشان نتكلم بالتفصيل عن الجائزة وعن أعماله كلها أو مجمل أعماله كلها العظيمة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباحك صباح الورد وألف مبروك. صباح الفل. ألف مبروك على الحصول على الجائزة يا فندم. وإحنا عارفين طبعا أنك حصلت على العديد من الجوائز، 41 جائزة، ولكن إحنا بنتكلم على جائزة الأمير سلطان العالمية للتراث، واللي بدأت في 2012، يعني مدتها بقى لها 7 سنين دلوقتي. لكن حضرتك أول مصري تفوز بهذه الجائزة، استقبلت الخبر إزاي وإيه قيمة ده بالنسبة لحضرتك؟ هي حاجة كبيرة قوي، لأن أنا يعني بعتبر نفسي هاوي لغاية دلوقتي. فهم كلموني من فترة قالوا أنت مترشح بس، وبعدين سكت فقلت خلاص. يعني ابتدت الفعاليات، المهرجان الاثنين اللي فات لقيتهم بيكلموا 2 الفجر قالوا لي انت كسبت وتعالى بكره هيروح بكره السعوديه. ازاي؟ مفيش تاشيره، مفيش تذكار. قال لي روح السفاره تلاقي كله جاهز لك. عظيم والله. يعني تخيلي ان في 24 ساعه رحتي وبتستلم الجائزه. حاجه كبيره قوي. الجائزه كبيره جدا، هم هناك مدينها قوه، لان هي احد الجوائز اللي باسم الامير نفسه. امير سلطان هو اخ ولي العهد وابن الملك ورئيس هيئه السياحه والاثار، فعامل 3 جوائز باسمه، واحده للرواد دي سعوديين، واحده للتراث السعوديين للتوثيق والتاليف ودي للسعوديين، وعامل واحده دوليه للسعوديين وغيرهم. فكانت كل سنه بياخدها سعودي. من وجهه نظرك اهميه الجائزه دي بشكل عام، يعني ان انا اعمل اهميه المهرجانات دي اللي هي بتدي جوائز وبتكرم مبدعين، بتبقى اهميتها ايه بشكل عام؟ لا، هي الجائزه عامه، يعني انا بصور عامه واحطش في اعتباري ان الصوره دي انا بجهز لحاجه، فان الناس يكلموا هم بيدوروا، يعني هم اللي بيرشحوا. ده وقت استلام الجائزه لحضرتك؟ ده لسياده سمو الامير، ودي بعد ما خدتها تصوير. ان هم بيلفوا على، يعني هم ما حدش بيرشح، هم عندهم مجموعه بيراجعوا على نشاطات المصورين في العالم العربي، فانا ويقترحوا منهم المرشحين للجائزه. فدي حاجه كبيره قوي ان هم خدوا بالهم ان في نشاط بيتعمل، بالذات يوم شافوا يمكن السي في بتاعي على مدار 24 سنه 4 سوري 14 سنه مش عايز اكبر نفسي، وان هم لاحظوا ان في نشاط كويس في اتجاه التراث، بالذات التراث النوبي، بقى لي فتره شغال فيه، متنوع بقى بين معارض، واخدت جوائز 3 جوائز في معاني النوبه، وعملت معرض لسه الشهر اللي فات، وعملت كتاب نسخه اولى بكمله. فان هم لاحظوا، طبعا هي لجنه كبيره اللي شافت المواضيع دي، وتقييم كويس. انا مبسوط قوي ان هم قيموها من وجهه نظرهم، يعني انا ما بقيمش نفسي، فدي انا شايفها حاجه كبيره. يعني عظيم، يعني زي ما حضرتك كنت بتقول انه الجائزة اساسها او معمولة للناس اللي بتهتم في صورها او الصور اللي بتلتقطها باحياء التراث والحفاظ عليه. حضرتك امتى بدأت تتجه للتراث وتهتم بيه وتوثقه في صور؟ انا ابتديت وعندي 43 سنة، ودي حاجة غريبة يعني. لا خالص، اتس نيفر تو ليت، وده اللي دايما بنقوله، يعني مفيش حاجة ابدا تو ليت. ابتديت اصور كل حاجة، يعني درست كويس وخدت كورسات وخدت اني فنان عالمي من الاتحاد الدولي، يعني كل دي دراسات. من حوالي 7 سنين ابتديت اركز في ان انا الناس والمكان، يعني
ما عندش بصور بورتريه اركتكتشر، بقيت اركز في ان يبقى في اثر او في حاجه تراثيه واحط الناس قدامها. فده كان اقوى مثال له ان انا انزل في الاثار الاسلاميه وخاصه القاهره الفاطميه. اتحقق لي ده طبعا، عندنا كنوز من الاثار الاسلاميه وعندنا الناس المصريين الجميله.